النقطة الثالثة هنتكلم فيها على the common ion effect insolubility equilibria، تأثير الأيون المشارك على الذوبانية عند الاتزان. A precipitate is generally more soluble in a pure water than in a solution which contains one of the ions of the precipitate. يعني إن الرواسب تكون أكثر قابلية للذوبان في the pure water من المحاليل التي تحتوي على أيونات مشاركة أو أيونات مشابهة لأيونات الراسب. أوكي؟ وهنا جاء أعطاني دعم الكلام بمثال، أعطاني مثال اللي هو AgCl هو السيلفر كلورايد، وقال لي إن السيلفر كلورايد اللي هو راسب كلورايدال طبعا موجود في حالة صلبة. الراسب هذه معادلة الاتزان، هيكون في حالة اتزان مع من؟ مع أيوناته في المحلول أكوا زائد Cl أكوا. الراسب هذا هو AgCl ثابت الذوبانية KSP عند البيور ووتر كانت قيمته 1 في 10 أس سالب 10. فالراسب هذا هذه يعني أقصى قيمة للKSP في البيور ووتر، هنا بيور ووتر. أوكي، فكم حيكون تركيز أيون الفضة في الحالة هذه؟ طبعا من خلال القانون اللي هو KSP يساوي تركيز النواتج مضروبات في بعضها، حيساوي 1 في 10 أس سالب 5 مولارتي. أيضا الكلورايد حيساوي 1 في 10 أس سالب 5 مولارتي. أوكي، فهذا قال لك حيجي يشرح تأثير الأيون المشارك. جاء قال حنضيف ملح اللي هو من في الحالة هذه اللي هو AgNO3 هو نترات الفضة. نترات الفضة هذا ملح لكن قابل للذوبان في الماء، ولما يذوب يتفكك بالكامل. لما يتفكك شو حيعطيني؟ حيعطيني أيونات الفضة في وسط مائي زائد أيونات الNO3 اللي هي النترات، حتى هي طبعا أكوا وعليها إشارة سالبة. فشن صار عندي هنا؟ صار عندي إن تركيز أيون الفضة زاد. في البداية كان التركيز فقط من وين جاي من معادلة الاتزان، لكن أنا دعمته بمحلول يحتوي على أيونات مشابهة أو مشاركة اللي هي نترات الفضة. ففي الحالة هذه تركيز أيون الفضة بعد ما كان 1 في 10 أس سالب 5 حيصبح 1 في 10 أس سالب 4 مولارتي. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسلفر، لأن قال عندي مصدر آخر للأيونات أو للتركيز. هتقول لي كيف أنت هنا قلت إنه 5 وهنا ناقص 4 وقلت إنه زاد؟ أنا هنا قاعد أتكلم عن إشارة سالبة، كل ما قلت الإشارة السالبة كل ما زاد العدد، بينما تركيز أيون الكلورايد شو حيصير لنا؟ حيقل. بعد ما كان 10 سالب 5 حيقل 10 سالب 6. فهذا يدل على أن الأيون المشارك أو الكومن أيون أهميته تكمن في وين؟ إن لما نجي مرحلة الواشنج الغسيل، المحلول اللي قاعد نغسل فيه نضيف أيون مشارك عشان يقلل نسبة ذوبانية الأيون الموجود عندي اللي أنا نبي نرسبه ونبي نحلله. فعلا هنا نسبة ذوبانية تركيزها زاد، فالذوبانية شو حتصير في المقابل؟ الذوبانية حتقل. أوكي، نفس الشيء هذا بالنسبة العكس بالنسبة لأيون الكلورايد. المعادلة كيف كانت أو الفكرة الميكانيكية كيف كانت؟ الميكانيكية كانت بالشكل هذا، إن هنا عندي السلفر كلورايد هذا هو الراسب. أوكي، هذا هو الراسب، وين موجود؟ موجود في سلوشن، وفي السلوشن هذا من موجود أيضا؟ موجود أيونات الـ AG بلس والـ CL ماينس. فالراسب في الحالة هذه قاعد في حالة اتزان مع أيوناته، فكيف هتكون معادلة الاتزان؟ هي الـ AG CL، هذه سهم بتاع الاتزان، هنا أيونات الموجبة زائد الـ NO3 حتى هي أكوا، معلش الـ CL أكوا عليها إشارة سالبة. فهنا الراسب قاعد في حالة اتزان هو وأيوناته اللي موجودة في المحلول. فأنا عشان جيت ضفت له ملح إلكترونيتي اللي هو الـ AgNO3. فالأيونات الـ AgNO3 حتتفكك، لما تفكك بالكامل شو حتعطيني؟ حتعطيني أيونات
AJ إضافية ومجموعة أيضا نترات. أنا هنا ما تهمنيش النترات، يهمني من تركيز الفضة شو حيصير له، حيزيد. فالمعادلة هذه ما عادش حتقعد في حالة اتزان، حتتغير الاتزان هذا شو حيصير له، حيتكسر. أوكي، ففي الحالة هذه حنجي حنتحصل على مشتق أو تسمية جديدة اللي هي حنسميها الآيون برودكت، وحنرمز له برمز كيو اس بي. شنو هو الايون برودكت؟ هو تركيز الايونات عند اي لحظه فيها المحلول، هو تركيز الايونات عند اي لحظه في المحلول. كان شو تركزه سابقا لما انا تكلمت عن كي اس بي، قلت هو ثابت الذوبانيه، ومن خلال كي اس بي نقدر نحسب الذوبانيه او نحسب، معلش، نحسب التركيز للايونات عند امتى؟ عند الاتزان فقط. اوكي، لكن كيو اس بي نقدر من خلالها نحسب تركيز الايونات عند اي لحظه في المحلول. فهنا جاء قال لك اذا كانت الكيو اس بي اصطفت انها تساوت مع قيمه الكي اس بي، معناها الراسب حيكون في حاله الإكوليبريم او في حاله الاتزان. هذا موجود عندي في الجدول هذا. ولو ان الكيو اس بي كانت قيمتها اقل من قيمه الكي اس بي، معناها مش هيتكون عندي راسب. اما لو كانت قيمه الكيو اس بي اكبر من قيمه الكي اس بي، فمعناها هيتكون عندي من؟ هيتكون عندي راسب. في المحلول بتاعنا انا عندي راسب، اوكي، فمعناها قيمه الكيو اس بي تلقائيا كانت اكبر من قيمه الكي اس بي، هو عندي راسب من هو الاي جي سي ال. لكن شو اللي صار هنا؟ اني انا ضفت له ايونات مشاركه او ايونات مشتركه اللي هي الاي جي بلس، فانتقلت من مرحله اتزان الى مرحله ثانيه. فشو صار عندي هنا؟ تركيز ايون السلفر اللي جايني من السلفر نيترات حيكون اكبر بكثير من تركيز ايون السلفر اللي موجود عندي في حاله اتزان مع من؟ مع الراسب. فحنجي هنا، اوكي، وحناخذ مثال يبين لي الكلام هذا بالارقام. اوكي، قبل ناخذ المثال هنا عندي توضيح، قال لي هنا مثال اخر اللي هو سلفر كروميت، كرومات الفضه لما كانت في البيور ووتر كانت ذوبانيتها 6.6 في 10 أو سالب 5، لكن لما ضفت لها محلول مشارك تركيزه 0.1 مولاريتي من البوتاسيوم كروميت، الذوبانيه شنو صار لها؟ قلت من ناقص 5 اصبحت ناقص 6. فهذا ايضا يدعم الكلام ان الذوبانيه حتقل عند وجود تركيز اعلى اللي سببه من؟ اللي سببه الكومن ايون او الايون المشترك او المشارك، معلش. هنا حنجي ناخذ الاكزامبل وحنتكلم عن الاكزامبل، حنعرف الفرق ما بين الذوبانيه لو انها في البيور ووتر والذوبانيه لو اني انا ضفت محلول يحتوي على الكومن ايون. هنا طالب منك calculate the molar solubility of calcium fluoride. فحنجي أول شيء اللي هو طالب مني في الووتر عند وجود الووتر فقط، وأعطاني قيمة الـ KSB. قيمة الـ KSB اللي هي كم؟ 4 × 10^11. فخلينا نجي نكتب المعادلة ونبدأ نحل. calcium فلورايد طبعا هذا بما أنه راسب، شحيح الذوبان هيكون في حالة صلبة، وهذه معادلة الاتزان سهم المزدوج هيعطيني أيونات الكالسيوم الموجبة بلاس 2 زائد 2 مول ماينس حتى في حالة أكوا من الفلورايد. ليش 2 مول؟ لأن أنا عندي F2. أوكي، أكبرها شوية. أوكي، فهنا المعادلة الاتزان كيف هتكون؟ هتكون KSB يساوي تفتح قوس الكالسيوم بلس 2 مضروب في 2 F الكل تربيع. ليش كل تربيع؟ هذه ملاحظة تنتبه لها، ان عدد المولات حيكون هو القوة لتركيز الايون. يعني هنا عندي 2 مول، معناها القوة حتكون كم؟ 2، حيكون تربيع. 3 مول الكل تكعيب، وبالشكل هذا. فخلينا نجي نعوض عن الايونات برمز S اللي هو يرمز لي السولوبوليتي. فكيف حيكون عندي بالشكل هذا؟ حيكون عندي KSP يساوي افتح قوس S مضروب فيه 2S الكل تربيع.
تعال عوض قيمة كي اس بي اللي هي كم؟ اللي هي 4 في 10 أس سالب 11 يساوي 4 إس الكل تكعيب. عرفتوا كيف جت 4 إس؟ اللي هي 2 في 2 والإس ربعناها، تربيع في 1 تكعيب. فهنا حيقعد عندي الإس اللي هي تمثل من السولوبيليتي أو الذوبانية، هتقعد عندي 4 في 10 سالب 11 قسمة 4. بعدين هنجي ناخذ الجذر التكعيبي للطرفين، يعني هنجي نقول الاس تساوي الجذر التكعيبي لواحد في 10 سالب 11. فهنجي ناخذ الآلة الحاسبة، طبعا تختلف من آلة إلى آلة ثانية. هنقول شفت الجذر التكعيبي 1 في 10 ناقص 11 كم حيعطيني؟ حيعطيني الناتج اللي هو التركيز السولوبيليتي حيكون 2.1 في 10 سالب 4 الوحدة مولاريتي. اوكي، هذا هو المطلوب الاول، ان نحسب السولوبيليتي او تركيز الايونات الذائبة في حالة الاتزان. كم كانت؟ 2.1 في 10 ناقص 4 مولاريتي. المطلوب الثاني نفس الشيء ولكن عند إضافة محلول اللي هو من الكالسيوم كلورايد بتركيز 0.01 مولاريتي. فهنجي هنا نكتب نفس الخطوات، هنكتب المعادلة الأولى معادلتي اللي هي الكالسيوم الفلورايد، طبعا حالة صلبة لأن راسب شحيح الذوبان، حيعطيني كالسيوم في صورة أكوا بلس 2 زائد 2 مول من فلورايد أيون، حتى هو أيضا موجود في حالة الأكوا لأنه موجود في المحلول. وحنضيف عليها المعادلة الجديدة اللي هي جتني من وين؟ من كالسيوم كلورايد. الكالسيوم كلورايد للمعلومية يذوب بالكامل في الماء ويتفكك تفكك كامل بالشكل هذا. أوكي، حيعطيني أيونات الكالسيوم الموجبة زائد 2 مول من أيونات الكلورايد السالبة. فهذا الأيون المشارك عندي حيكون من؟ حيكون الكالسيوم. أوكي، فبما أن هذا تركيزه 0.01 فحتى هذا حيكون 0.01 وهذا حيكون كم؟ حيكون 2 في 0.01. ليش؟ لأن الأيون هذا أو المركب هذا حيتفكك بالكامل، حتى السهم حيكون تجاهه سهم وحادي. فحنجي هنا لما نجي نكتب معادلة الكي اس بي كيف حتكون بالطريقة هذه؟ حتكون الكي اس بي تساوي تركيز ايونات الكالسيوم مضروب في 2 تركيز ايونات الفلور لكل تربيع. تعال عوض عنها بالاس، فكيف حيكون هنا عندي؟ حيكون الكي اس بي تساوي 0.01 زائد اس، تفتح القوس الثاني، 2S الكل تربيع. هذه عرفناها اللي هي 2F الكل تربيع، هي 2S الكل تربيع. والS هذه عرفناها اللي هي الكالسيوم. البوينت واحد اللي منين جتني؟ جتني من زيادة اللي تحصلت عليها من الكالسيوم اللي في المعادلة الثانية. يعني حنضيف تركيز الكالسيوم هنا على تركيز الكالسيوم اللي في المعادلة اللي أنا بنحسبها. كم كان تركيز أيون الكالسيوم هنا؟ 0.01 مولاريتي. وهنا عندي الS، لأن أو بما أن قيمة الاس هذه حتكون اقل بكثير يعني باضعاف من البوينت او واحد، نحن اتفقنا ان دائما الايون نضيفة حيكون تركيزه اعلى بكثير من الايون الموجود عندي في حالة اتزان مع الراسب. لذلك ولتسهيل العملية حسبيا حنهمل قيمة الاس. اوكي، فكيف حتصبح المعادلة؟ حتصبح بالشكل هذا، حتكون الكي اس بي تساوي البوينت او واحد مضروبة في 4S الكل تربيع. طبعا تو هنا حنبدأ نعوض عن قيمة الكي اس بي اللي هي موجودة عندي في السؤال، كم؟ 4 في 10 سالب 11. طبعا هنا جي تضرب 0.01 في 4 كم حيعطيك؟ 0.04. فحتقسم 0.04 فتقول ان الاس تربيع تساوي 4 XP-11 قسمة 0.04. تمام. بعدين حنجي تقول
اللي هو كم حيطلع فيها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، اللي هو حيطلع فيها واحد في عشرة السالب تسعة يساوي الاس تربيع. تعال توا في آخر لقطة خذ الجذر التربيعي للطرفين، يعني نقول جذر واحد اس بي اس ناقص تسعة، أوكي؟ فكم هتحصل؟ هتحصل على 3.1 في 10 والسالب 1 2 3 4 5 والسالب 5. تعال نقارن مقارنة بسيطة. هنا تركيز الأيونات الذائبة كم كان في البداية؟ كان 2.1 في 10 والسالب 4، وكم أصبح هنا بعد ما ضفت أيون مشارك؟ أصبح في 10 أس 5. فشن صار لنا، زاد ولا نقص؟ نقص. ليش نقص؟ طبعا احنا عارفين الناقص 5 اصغر من الناقص 4، احنا قاعدين نتكلموا بالسالب، اوكي؟ نقص، هذا دليل على تاثير الايون المشارك. خلينا نجي ناخذ اخر جزئيه في المثال، اللي هي عندها اضافه 0.01 مول من الصوديوم فلورايد، اللي هي النقطه الثالثه عندها اضافه 0.01 مولاريتي من الصوديوم فلورايد. خلاص طبعا انا قاعد اعرف ان الايون المشارك حيقلل من ذوبانية، بس خلينا طبعا نجي نقارن بين ايون المشارك هذا ما بين ايون وبين ايون المشارك اللي قبله. حنجي نفس الخطوات، حنجي نكتب المعادله الاساسيه اللي هي كالسيوم فلورايد في حاله صلبه حيعطيني ايونات الكالسيوم زائد 2 مول من ايونات الفلورايد اكوا في حاله سائله. ونجي ناخذ الصوديوم فلورايد، طبعا هذا راسب حيعطيني محلول الكترونيتي وحيتفكك بالكامل، فشن حيعطيني؟ حيعطيني ايونات الصوديوم الموجبة زائد ايونات الفلورايد السالبة. هذا حيكون حتى هو السوليد، وهذا اكوا، وهذا اكوا. ففي الحالة هذه الايون المشارك حيكون من من حيكون من الفلور، اوكي، او من الفلورايد. فهنجي نكتب معادله الكي اس بي. كي اس بي ماذا تساوي؟ كي اس بي تساوي الاس، او معلش قبل الاس حيكون عندي الاس للصوديوم، الاس للكالسيوم، افتح قوس، ال 2 اس اللي هي بتاعت الفلورايد زائد من؟ زائد البوينت او واحد الكل كم؟ الكل تربيع. عرفتوا هذا كيف جت؟ مش كي اس بي عباره عن ايونات الكالسيوم مضروبه، طبعا بلاستو مضروبه في 2 ايونات الفلور الكل تربيع، صح؟ فهنا جيت عوضت عن الكالسيوم بالاس، والفلورايد عوضت عليه باثنين اس، لكن جمعت معاه ايش؟ زائد 0.01 الكل تربيع. منين جت هذه؟ جت من تركيز ايون الفلورايد اللي انا ضفته من الصوديوم فلورايد، بما ان هذا 0.01 معناه هذا حيكون تركيزه 0.01 وهذا حيكون 0.01. ليش؟ لان المركب هذا حيتحلل بالكامل. فالمهم نفس الخطوات، فحنجي نقول هنا بما ان الاثنين اس هذه حتكون اصغر بشكل كبير من البوينت او واحد اللي انا تحصلت عليها من المحلول او من الملح اللي ضفته، فلذلك للتسهيل العملية حسابيا حنهملها. كيف حتكون المعادلة؟ حتكون كي اس بي تساوي الاس اللي هي بتاعت الكالسيوم مضروبة في بوينت او واحد الكل تربيع. تعال عوض بقيمة الكي اس بي، كم قيمتها الكي اس بي هنا؟ قيمتها ثابتة اللي هي في السؤال 4 في 10 السالب 11 يساوي البوينت او واحد في البوينت او واحد حيعطيك 1 في 10 السالب 4 اس. فحنجي نقسم، حنقول ان الاس هذي شن حتساوي؟ حتساوي 4 في 10 والسالب 11 مقسومة على 1 في 10 والسالب 4. فكم حيكون الناتج عندي؟ 4 اكس بي ماينس 11 قسمة 1 اكس بي ماينس 4. حيكون الناتج ذوبانية عند الاتزان
تركيزها بوينت أو تركيزها حنقول 1 2 3 4 5 6 7 اللي هي 4 × 10 ÷ 7 مولاريتي. لاحظ معايا حاجة هنا، التركيز هنا شن صار له؟ تركيز الأيونات الذائبة قل ولا زاد عن أول تركيز لما كان في البيور ووتر؟ لما كان في البيور ووتر قل ولا زاد؟ هنجد أن التركيز قل كثير، يعني أنا كان عندي ناقص 4 قاعد عندي كم؟ ناقص 7. فشو اللي صار هنا في الموضوع؟ هنا تأثير الأيون المشارك، لما كان المية عندي بيور ووتر أوكي؟ في البيور ووتر كان أعلى نسبة للذوبانية، في الكومن ايون اللي هو الكالسيوم كلورايد قلت نسبة الذوبانية، في الصوديوم فلورايد الذوبانية قلت بشكل أكبر. لاحظ معايا ليش قلت بشكل أكبر هنا من النقطة رقم بي؟ لأنها الأيون اللي ضفناه تركيزها في المعادلة 2 مول، لأن الأيون اللي ضفناه في الحالة دي هو الفلورايد تركيزها في المعادلة كان كم؟ 2 مول، فلما جيت ربعته كان مقدار التأثير أكبر عن تركيز أيون الكالسيوم اللي هو كم كان تركيزها هنا؟ كان تركيزها 1، وكم كان تركيزها في المعادلة؟ كان تركيزها 1، فلما يعني لما جينا ربعته في الفلور حيكون تركيزها أو تأثيره تأثير الأيون المشارك أعلى من تأثيره في حالة الكالسيوم، لأن الفلور كان عندي منه 2 مول بينما الكالسيوم في المعادلة الأساسية كان في عندي منه 1 مول. اوكي لعند هنا وحنكمل باقي الديفيرس ايون في تسجيل ثاني ان شاء الله.